التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء. دكتور عبد العزيز، أهلا وسهلا بك معنا. يا هلا ومرحبا، مساك الله بالخير أخوي محمد. حياك الله يا طويل العمر. كلمة خادم الحرمين الشريفين جاءت لتؤكد أهمية الفضاء. نحن نعلم أن هناك أكثر من 80 دولة صعدت في تنافسها من على الأرض إلى الفضاء، ومن ضمنها 20 دولة في مجموعة العشرين. نعم، بداية دعني أنتهز هذه الفرصة وبارك لمولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وللشعب السعودي. نجاح استضافة المملكة لقمة مجموعة العشرين لهذا العام 2020 التي تترأسها المملكة، وكذلك المساهمات الثرية التي حققتها اجتماعات القادة هذا اليوم ويوم أمس، وكذلك كافة اجتماعات فرق العمل والفعاليات المصاحبة للقمة منذ تسلم المملكة لرئاسة المجموعة نهاية العام الماضي. بالفعل فيما يتعلق بكلمة مولاي خادم الحرمين الشريفين هذا اليوم ويوم أمس، حيث أكدت كلمة مولاي حافظ الله على المحاور الرئيسية التي وضعتها المملكة للقمة حيال أهمية تشكيل آفاق جديدة وتمكين الإنسان وكذلك الحفاظ على كوكب الأرض. وفي هذا الصدد أخي الكريم، أود أن أؤكد أن استراتيجية الهيئة السعودية للفضاء ستدعم بمشيئة الله هذا التوجه بشكل كبير، حيث أن من أهم الممكنات التي تحتويها الاستراتيجية ما يتعلق بخلق الفرص الجديدة والتكامل مع الوكالات الأخرى والآفاق الجديدة. كذلك بادرت الهيئة في استراتيجيتها إلى تأكيد أهمية تمكين الأجيال من خلال إطلاق الهيئة لبرنامج أجيال فضاء الذي يعتمد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الإدارة، والذي يركز في مضمونه على بناء الإنسان وتمكينه من فهم قطاع الفضاء بشكل يساعد المملكة على النمو والتطور في هذا المجال الحيوي والهام. جميل. طيب دكتور، الحلول على الأرض لكنها تبدأ من السماء، من الفضاء. أنتم لكم دور في هذا الموضوع. طبعا أكيد قطاع الفضاء كان أحد أهم الممكنات التي ساهمت في تخفيف آثار جائحة كورونا على العالم، ولمسناه نحن في المملكة حقيقة، حيث ساهم بشكل فاعل في عدة مجالات، منها على سبيل المثال للحصر، يعني الاتصالات الفضائية التي أبقت العالم على اتصال رغم الحجر، وساهمت في سرعة نقل المعلومة وترسيخ فكرة العمل عن بعد. هذه واحدة من الأمور أيضا، ولمساهمة في استمرار وتيرة العمل في المنشآت العامة والخاصة وتخفيف الأثر الاقتصادي واستمرار الأعمال التجارية بين العالم. كذلك الملاحة الفضائية ودورها في حصر فيروس كورونا على سبيل المثال، مثل تنقلات المصابين، كلنا يعرف تطبيق توكلنا، ولكن الجميع يعني مثل الكثير لا يعلم علاقته بالفضاء. أيضا مراقبة الأرض من الفضاء وحصل المعلومات السريعة للتعرف على تأثير الأزمة الاقتصادية والبيئية وانخفاض التلوث. جميل، فعلا الحلول من الفضاء أيضا. تفضل أخي. طيب دكتور، سؤالي الأخير، البيان الختامي لمجموعة العشرين أكد على التسريع في عملية اللقاحات وتوزيعها بشكل عاجل لسكان الأرض. هذا أيضا يلقي بمسؤوليات كبيرة عليكم في هيئة الفضاء السعودية وفي الهيئات الشقيقة لكم والموازية لكم في دول العالم. نعم، العمل تكاملي مثل ما ذكرت. قطاع الفضاء ليس قطاع يعمل بشكل تكاملي مع الوكالات الصديقة، وبإذن الله ستكون التعامل مع هذه الجائحة والتعامل مع الجانب اللوجستي للمساهمة في تخفيف أثر هذه الجائحة معول ليس على الفضاء فقط، على الجميع. أيضا المؤسسات الحكومية الأخرى، والفضاء أحد هذه المؤسسات اللي بإذن الله ستساهم في تخفيف هذه الجائحة بإذن الله. الدكتور عبد العزيز بن محمد آل الشيخ الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء، شكرا لكم دكتور، وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. دكتور توفيق، هذه القرارات